الاحتفال الجميل النهاردة اللي أقمناه في كنيسة العذراء في أمستردام، كانت الكنيسة هنا أول كنيسة في هولندا، أول كنيسة قبطية اتأسست في هولندا من 32 سنة،
وكانت هي البداية، ونشكر الله أنها دلوقتي أصبحت هي المركز، هي السنتر اللي خرجت منه كل الكنائس القبطية في هولندا. النهاردة عندنا 8 كنائس قبطية، وعندنا الدير القبطي، وعندنا المركز الثقافي، وعندنا يعني طموحات وامتداد واتساع أكتر للخدمة، نشكر الله. وكان الاحتفال جميل النهاردة بحضور جميع شعبنا وأولادنا الشباب، وعملوا برامج شيقة جميلة جدا، وقدموا برامج روحية وترفيهية، وقضوا يوم سعيد لذيذ في الحديقة بتاعت المركز الثقافي. وبنشكر ربنا على هذا الامتداد، والفضل يرجع لتوجيهات وإرشادات سيدنا قداسة البابا، البابا الأنبا تواضروث الثاني، ربنا يديم سلامته ويطمننا على صحته ويرجع لنا بالسلامة ونتصمن عليه. شكرا جزيلا. نشكر ربنا النهاردة العيد 32 لكنيسة السيدة العذراء بأمستردام. وطبعا دي من 32 سنة ما كانش في حاجة في هولندا خالص أصلا، في كل هولندا، لكن ببركة ربنا ونعمة ربنا مع سيدنا أمبارساني وقتها أبونا أرسانيوس البراموسي ابتدت الخدمة في أمستردام، بعد كده انتشرت في كل أنحاء هولندا كلها، في أوتريخت وفي دنهاخ أيندهوفن أصن لواردن زيلاند، ودلوقتي في ليفيلدا الدير بتاعنا، دير الأمير تدرس المشرقي. فبركة كبيرة النهاردة كل الكنائس مشاركة، شعب الناس من كل البلاد، فنشكر ربنا على البركة الكبيرة النهاردة وعمل ربنا العظيم. وبنعطي المجد الأول والآخر للثالوث القدوس على عمل نعمته في الأبرشية، وبنشكر سيدنا على محبته وتعبه في الأبرشية كتير، وربنا يبارك في كل عمل وكل الخدام والخادمات وكل الناس اللي بتقدم محبة كبيرة للكنيسة. ربنا يبارك الناس كلها ويحافظ على الكل ويطمننا على بلادنا مصر في أمور في كل حاجة، استقرارها وسلامها ومداخلها ومخارجها وسلامة الناس كلها. ربنا يحافظ على شعبه وكنيسته في كل مكان. احنا النهاردة بنحتفل بالعيد 32 لتأسيس الكنيسة. الكنيسة هنا كنيسة العذراء بأمستردام اتأسست سنة 85، فالنهاردة احنا بنحتفل بالعيد 32 لتأسيس الكنيسة. وممكن كمان اقول ان احنا بنحتفل بالعيد الرابع لتأسيس الإبرشية، لان هنا أصبحنا كاتدرائية من سنة 2013 برسامة أبينا المحبوب نيافة الأنبا أرساني. وإذا كان هو بقاله 4 سنين بس أسقف، لكن هو بقاله 32 سنة بيخدم الكنيسة في هولندا، وتأسست الكنيسة وتأسست الخدمة على إيده. إحنا هنا في أول كنيسة، كنيسة العذراء في أمستردام، وهي الأم لكل الكنائس اللي وجدت بعد كده على إيد سيدنا برضو، وإن شاء الله مزيد من الكنائس إن شاء الله في الأيام المقبلة تولد على إيده وببركة خدمته وتعبه في الإبرشية. بقول لكل شعب الإبرشية كل سنة وانتم طيبين، وبقول لشعب كاتدرائية العذراء بوجودكم وبحبتكم وبترابطكم بقالنا 32 سنة في خدمة حلوة في هولندا كلها، ومزيد من الخدمة إن شاء الله ببركة صلواتكم. كل الأباء الأحباء بيبذلوا كل المجهود، بركة صلواتهم وبركة خدمتهم وثمارهم تكون دايما واضحة للناس كلها في الإبرشية في هولندا. وربنا يخلدنا نيافة البابا، نيافة الأنبا تواضروث ونيافة الأنبا أرساني، بركة صلواتهم وشفاعتهم وقوتهم ومعادنتهم وسندهم تكون معانا كلنا إن شاء الله، وكل عيد وكل سنة وانت طيبين. النهاردة نشكر ربنا احتفلنا بالعيد 32 لتأسيس الكنيسة في أمستردام، ودي أقدم كنيسة في هولندا. كان اشتراها أبونا أرسانيوس البراموسي لو سيدنا أنبا أرساني حاليا سنة 85. كنيسة جميلة وكبيرة وتضم عدد كبير من الشعب اللي بيعيش في منطقة هولندا، وسيدنا والأباء هنا تعبوا تعب عظيم، والكنيسة كبرت وبقت جميلة. والنهاردة نحتفل بالعيد 32 كل سنة ونيافتك طيب سيدنا والأباء طيبين وكل الشعب في هولندا طيب، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. أنا بهني كنيستي كنيسة العذراء بأمستردام، بقول لكل الشعب كل شعب الأبرشية كل سنة وانتم طيبين. بتعب 32 سنة، كانت الكنيسة من 32 سنة، من سنة 85 طبعا زي ما انتم شايفين ما كانش الخدمة كده هو خالص، لكن بتعب سيدنا
قعد فترة طويلة يعمل في زرعة يكبرها لغاية لما جاب بعض الكهنة شاركوا في الخدمة وتحت رعايته. دلوقتي أديكم زي ما أنتم شايفين الخدمة قد إيه نمت، و32 سنة ده سنين طويلة، مش رقم كده يعني، ده سنين اتبذل فيها مجهود واتبذل فيها تعب وصلاة وخدمة اللي بيها. شفتوا المنظر اللي بيه النهاردة قد إيه، الناس كلها فرحانة، الولاد كلهم فرحانين، شفتوا عدد الأطفال قد إيه. فكنيستنا نشكر ربنا كنيسة بتنمو بتزدهر وليها مستقبل، لأن ولادنا حابين الكنيسة وهم مستقبل الكنيسة. أنا بقول لسيدنا كل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا، وعقبال أما تفرح وتتهنى بالثمار خدمة 100 سنة، وبهني الأبروشية كلها بعيد الكنيسة، أول إنشاء أول كنيسة في هولندا وهي كنيسة العذراء بأمستردام. بقول لكل الشعب وكل أبناء الخدمة الصغيرين والكبار والشمامسة والخدام والخادمات، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين بالاحتفال بمرور 32 سنة على كنيستكم المحبوبة لينا كلنا، كنيسة العذراء بأمستردام. شكرا، كل سنة ونيافتك طيب سيدنا. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة بنحتفل بالعيد 32 لتأسيس الكنيسة في هولندا، والحقيقة ذكريات جميلة وإنجازات كتيرة كلنا يعني اشتركنا فيها برعاية سيدنا نيافة الأنبا أرساني. ربنا يديم رئاسته للكنيسة ومحبته وأبوته لينا. وبقول لكل الخدام وكل الخادمات وكل الشعب كل سنة وانتم طيبين، ربنا عوض تعب الأجيال القديمة والأجيال الحالية ويبارك في المستقبل إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. احنا باسم كل خدام مدارس الاحد في كاتدرائية الست العذراء بأمستردام بنهني سيدنا نيافة الأنبا أرساني بعيد الكنيسة 32، واحنا فرحانين ويوم جميل مبهج، ويا رب دايما الكنيسة مفتوحة بحسك يا سيدنا وبحس الاباء الكهنة. زي ما قال الاخ عادل احنا كلنا مبسوطين ويوم مبهج يوم مبرح، الأطفال فرحانين وكان في أنشطة جميلة، كورالات وكان في تورتة وفي سوق خيري، والكنيسة بتاعتنا جميلة، وإحنا يعني بندعي ربنا إن ربنا يحافظ على سيدنا، إنه مجهوده كبير. يعني لو تخيلنا 32 سنة كانت هولندا ما فيهاش كنيسة، والنهاردة عندنا عيد بنعاد 32 سنة. ربنا خليك سيدنا ويسندك ويعوض تعبك. وكنيستنا القبطية جميلة وطقسها، كنيسة حية قوية حسب وعد السيد المسيح إن باب الجحيم لن تقوى عليها أبدا، وإحنا عايشين بهذا الإيمان. يعني كل سنة طيبين وإن شاء الله ربي إلى منتهى الأعوام. شكرا شكرا لسي تي في. شكرا لسي تي في. شكرا.